أكد محافظ الغربية طارق رحمي حرص الدولة على محاربة الغلاء وارتفاع الأسعار في إطار توجيهات الرئيس السيسي بضرورة تخفيف العبء عن المواطن وتوفير السلع الاستراتيجية المدعمة بأسعار أقل من السوق، وذلك لضبط الأسعار. جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لعدد 11 منفذ بيع متحرك ستجوب مراكز ومدن المحافظة ضمن مبادرة وزارة الزراعة من خير مزارعنا لأهالينا لتوفير السلع الاستراتيجية والأساسية المدعمة بأسعار مخفضة. توفرت النهارده في محافظه الغربيه 11 سياره متنوعه ما بين لحوم وبيض وكحك العيد ومجموعه من السلع المختلفه سواء خضروات او فواكه او يعني زيت وسكر وارز ومكرونه وصلصه، كل السلع اللي بيحتاجها البيت المصري متوفره النهارده. عملنا جدول كده توزيع السيارات على المراكز المختلفه بحيث كل المواطنين يستطيعوا ان هم يجدوا احتياجاتهم من هذه السلع.